يعرف مهرجان السينما الإفريقية في دورته 17 منافسة 14 فيلم المخسر في جوائز المهرجان في المسابقة الرسمية. فيلم المصري بعنوان فيلا 69 للمخرجة أيتن أمين جرى عرضه في إطار المهرجان. هو الفيلم بس في حلقة إنسانية عن شخص مقيم في بيته، والفيلم كله جوه البيت، وهو شخص بيقترب من النهاية، والفيلم بيتكلم يعني عن الموت والحياة، عن أسئلة كده يعني بنطرحها كلنا بس بشكل خفيف شوية. فيلا 69 فيلم المصري أصدر في السنة الماضية، وتدور أحداثه حول شخصية حسين والذي يؤدي دوره في الفيلم الممثل المصري خالد أبو النجا، حيث يعيش منعزلا عن العالم نتيجة أفكاره وخواطره، ومع مرور الوقت تقتحم شقيقته وحفيده وعزلته وتتغير مفاهيمه ونظرته للحياة. مش عادي نتبني